السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة. حبيت أقدم لكم اليوم خبز صغير ينفع للسندويشات، ينفع بكل الأوقات، اقتصادي، وإن شاء الله راح تشوفون طريقته حتى العجن بالإيد وسهل. بالبداية خليت مبدئيا مي كوب واحد دافي، خليت رشة من السكر، راح أخليه ملعقة طعام من الخمرة، أخلطهم بشكل جيد حتى تذوب حبيبات الخمرة عندنا. بعد ذلك راح أنزل 7 أكواب من الطحين الأبيض، ما يعادل كيلوغرام. 7 أكواب و3 ملاعق طعام يصير كيلوغرام هذا الكوب. خليت ملعقة، نص ملعقة طعام من البيكنج باودر ورشة ملح، أبدي أعجنها. عجنها سهل ما يحتاج جهد، خصوصا إذا عندكم طاولة رخام أو ميز يعني يكون جاهز يعني للعمل، تقدرون تنظفوه يعني زين وتعجنون عليه. أول ما تبدي تتجمع ويانا راح أخليه 1/4 كوب من الزبدة، أبدي أعجن إضافة المي تدريجيا لحد ما يتوصلون للقوام المناسب. حتى تصير ويانا شكلها وقوامها مثل العجان الكهربائية، نعجنها على الطاولة بهذا الشكل، تنزال من عدها كل التكتلات بسهولة. هذا يكون قوامها بعد ما اتجانست وعجنتها. راح اخليها شوية زيت واخليها بالنجان، بعد ذلك راح اتركها تختمر ويتضاعف حجمها. هنا ما شاء الله اختمرت عندنا العجين. بس راح نبدي نشكلها بكل سهولة، بس أول مرة نتخلص من فقاعات الهواء الموجودة من تأثير الخمرة. أبدي أفردها على الطاولة، أخلي طحين على الوجه والكفر، أبدي أفردها أسويها دائرة كبيرة من العجين، يكون ارتفاعها 1 سنتيم. بس شوية نتركها ترتاح تنفرد ويانا بكل سهولة. نحاول نخليها ارتفاع واحد من كل الأطراف، يعني سمك واحد. هنا جبت صينية خليت عليها الخاولي وراح أبدي أقطعها بالقطاعة العادية العلبة، هذا يكون سمكها، علبة معدنية. راح أبدي أقطع، تحبون تسووها على الطباخ بالطاوة أو تسووها بالفرن، يعني اللي ما عنده فرن يستفاد من هذه الوصفة أيضا، نقدر نسويها على الطباخ. هاي من بعد ما سويناها على شكل أقراص، هذا العجين راح أرجعه من عجنة وأغطيه بسرعة، يعني يصير طري.
أرجع أفرده وأسوي نفس الطريقة. بالنسبة لهذه القطعة من العجين الدائرية راح أخليها مثل ما قلت لكم بالخاولي أو بالقطعة قماش نظيفة، أغطيها هنا. إذا حبيتوا تخلون السمسم يراد له نار هادئة حتى يتحمص ويصير لون واحد، تقليب مستمر بنار هادئة يصير عندنا لون واحد. إذا حبيتوا تخلون على الوجه السمسم، هنا عندي تقريبا ملعقتين طعام من الطحين، ما راح أخليه على وجهها أبيض لأن هي خبز عادي، وخليت عليه شوية من المي بس حتى يصير قوامه سائل. إذا حبيتوا تفردوها أو تخلوها بنفس الحجم نحضرها نخليها بصينية الفرن. صينية الفرن طلعتها من الفرن يعني كانت حارة، شغلت الفرن فقط من الأعلى على أعلى درجة حرارة. يعني حميت الصواني قبل ما أخلي عليهم العجين، وبعد ذلك راح أبدي أطليهم بهذا الخليط من الطحين والمي وأرش على وجههم السمسم. حميت الصواني مسبقا حتى تنفخ عندنا الخبزة تصير مفصولة وتصير ويانا هواية سهلة للسندويشات، خصوصا إذا عندكم أطفال، وهكذا لحد ما تخلص ويانا تقريبا كل الكمية. طريقة جدا سريعة وإن شاء الله راح تستفادوا من عندها. أول ما يبدي يطلع أغطيه المفروض بالخاولي أو أخليه بفد حافظة كبيرة بلاستيك هو والخاولي، يصير طري وجدا جدا مفيد. هذا يكون شكله. أول ما يبدي ياخذ الوجه لون أقلبها بنفس الصينية، أطلع الصينية وأقلبها لحد ما ياخذ الوجه الثاني همينه استواء. هاي مثل ما تشوفون يصير سندويشات صغيرة هواية طيب. أتمنى تعجبكم هذه الوصفة، وما تنسونا اشتراككم بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، الضغط على زر السبسكرايب، تفعيل الجرس أيضا مهم حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. ما تنسونا باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء، أكون ممنونة من عندكم. في أمان الله حبايبي.